متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج كاسا سيتي. في هذه الحلقه هذه غادي نناقشوا ملف تاع العطله الصيفيه، خاصه ان مجموعه من المواطنين تيتشكوا من مجموعه من الممارسات اللي تتم في هذه العطله الصيفيه، سواء توجهوا يعني غير يعني قضاء ساعات في الشاطئ، ولا ايضا توجهوا لقضاء بعض الايام داخل بعض المدن المغربيه. واش كاينه شي عروض سياحيه تتوجه لهذه الاسر المغربيه؟ واش يعني شكون المسؤول على بعض الممارسات اللي تظهر من عطلة إلى عطلة؟ واش هي الجامعة المنتخبة؟ واش هي الحكومة؟ من أجل مناقشة هذه القضية دي نستضيف السي سعيد مهتدي، رئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية، وأيضا السي عادل فاضل، رئيس منتدى شباب 2030. سي سعيد مرحبا بك. شكرا. سي عادل فاضل مرحبا بك. شكرا. سي عادل فاضل مرحبا بك أولا. الآن العطلة الصيفية، الناس يوجدوا باش يقضوا العطلة الصيفية، كل اللي مشى قضى العطلة الصيفية، بالنسبة لك أشني أهم الإكراهات اللي ستواجه الأسرة المغربية باش يقضيوا هذه العطله الصيفيه؟ اولا هو الولوج لهاد الاماكن اللي محطوطه للترفيه والاستجمام والقضاء العطله الصيفيه، هذا هو الاكراه الاول من اجل الولوج لهاد المناطق. الناس تيمشي بحال عا غادي وصافي، هو فين ما طاح والمجال ليه، ما كاينش واحد العرض اللي كيتبعوا او كما كنعرفوا عندنا الناس اللي كيقادوا العطله ديالهم انهم كيكونوا باركين كاسره، تيقولوا غنمشيو هاد الوجهه، ها الميزانيه اللي غنصرفوا، ها فين كاين، ها راه لا راه حكا راه كاين واحد العروض، كاين لوطيلات، كاين لي شاليه، كاين هاد المقومات اللي ممكن ان تساعدهم في الاستجمام. واش ما كاينش العرض ولا اصلا اي بعض الاسر المغربيه ما تتوجهش هي اصلا لهاد العطله الصيفيه، بالعكس تخليها غير المفاجاه والوقت، ما تيكونش اعداد قبلي لهاد العطله الصيفيه داخل الاسره. هو اصلا بعد الاسره تنعرفوا الحاجيات ديالهم، تنقولوا حنا هادو اللي تيفكروا انهم يديروا لهاد الاستعداد، ما كيديروا لهاد الاستعداد ما كاينش مقومات، ما كاينش عروض. كنشوفوا حنا كاع تهضر على الجهات المعنيه بالسياحه، وزاره السياحه وكذا، الحكومه ولا الوزاره المعنيه بهذا القطاع ما تتعطيش هذيك التشجيعات للسياحه الداخليه. لي زاجونس دائما تيعطيوك وجهات بلدان ذات تكلفه قليله، والناس كيحبوا او كيحبدوا انهم يمشيوا لتركيا ب 4000 درهم ولا 5000 درهم انت وجوج ديال الاطفال، وكتلقى السباحه وكتلقى. ولكن على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي تلقاو بحال هذه العروض، هذه مثلا اكادير، افرانه، كاين واحد العروض تتقوم بها مجموعه من الجمعيات بحال هكا ديال الاورغانيزاسيون ديال خارجات بحال هكا ديال الفرديه، ماشي حتى ديال العائله، حنا باقي ما وصلناش لهذيك الفكر ديال اننا نديروا الاستجمام للعائله، ولكن هذا تيبقى على عاتق الوزاره، حيت الوزاره هي المعنيه بالامر، والناس اللي تيدخلوا في هذا القطاع ديال التشجيع، وراه كاين كنشوفوا كاين دعم، كاين بنايات، كاين منتجعات، كاين اقامات، كاع اقامات اللي كتكون فيها محروسه وفيها لابيسي الداخل وفيها المستلزمات كاع ديال الترفيه، ولكن خاص شي حاجه، خاص شي ربط، كاين شي خياطه خاصها تكون باش يلا نوصلوا لهذه العطله للجميع. سي سعيد مهتدي، شنو رايك في قبل الخوض في واحد من احلك الملفات اللي كتجدد كل سنه بداية الصيف، وجب التنبيه هنا على اصل المشكل فين كاين، اين هو مكمن الخلل. مكمن الخلل كما قال الاخ هو كيتكلم على الوزارات المعنيه ذات الصله بالمؤسسات الدستوريه ذات الصله. حنا كنشير هنا الى الدور الكبير ديال الجماعات الترابيه في اطار التدبير ديالها وفق القرارات السياديه المنبثقه على القانون 113/14 الخاص بالجماعات الترابيه، والقانون 111/14 المتعلق بالجهات والاقاليم، والقانون 112/14 المتعلق بالعمالات والاقاليم. هاد القرارات السياديه اللي كتاخذها هاد المجالس هذه واللي كتكون احاديه دون اشراك الفاعلين بما فيهم الديمقراطيه التشاركيه للجمعيات والهيئات الحقوقيه والى اخره والمواطنين وعامه المواطنين، كتخرج بواحد القرارات احاديه اللي من شانها الان انها كتجبر المواطن على الاصطدام باكراهات. ومن ضمن جمله الاكراهات اننا كنلقاو ان هاد الجامعات مثلا كتولى تدبير في اطار التنظيم، كتولى تدبير ديال مثلا الاماكن العموميه اللي غادي يقبلوا عليها المواطنين بواحد نمط احادي كتشوفه هي غير من الجانب ديالها وبناء على الماديات، ولكن كتنسى بان هذاك الشعار اللي كترفعوا الحكومه ديال الدوله الاجتماعيه اللي من ضمنه داخل فيه الاصطياف والاستجمام والتخييم الى اخره، انه كتضربوا عرض الحائط. فملي يعني انت تشير لهذيك الاكراهات اللي تلقاوها المواطنين على مستوى مثلا بغيت نمشي انا للبحر تنلقى ضروري انا خصني نكري واحد الباراسول، تنمشي مازال بغيت القنصيه ما كاينش احترام القرار الجبائي، هادشي اللي تتعني بالفعل كنعني هادشي، وكنعني اكثر بان الجماعات الترابيه ما عندهاش الحق طاول على شي مسائل وتكريها
ضدا على إرادة المواطنين وضدا على إرادة القانون والتطاول على حرمة الدستور. أنك تكريم مثلا الشواطئ، فالشواطئ كما يعلم الجميع أن الإنسان يفوته ويهبه ويملكه ويمنحه ويعطي ما يملك من الصحة القانونية، اللي عنده شرط الحيازة والصفة القانونية عليه. أما هاد الناس هادو اللي كيفوتوا شي حوايج اللي أصلا ماشي ديالهم، إكزومبل دابا الرملة، الرملة اللي كتكرى بناء على ضفاتير تحملات معينة ونظام استشارة معين وفقا للقانون 2/12/349 المتعلق بالصفقات العمومية، وكتدوزوا هاد الجامعات الترابية للشركات الخاصة وكتخلي داك الاصطدام ما بين الأعوان والمستخدمين ديال الشركات مع المواطنين. كتلقى الباراسول إكزومبل كيتقرا كيكون في السي بي اس في الدفتر التحملات مع الكرسي هذا بواحد 10 ديال الدراهم لانه كاين في قرار جبائي، وميمطو كتجي كتلقى السيد كيفرض عليك 80 درهم. كيوقع واحد النفور وكتوقع واحد الاصطدام من المواطنين من هذاك المكان ديال الاستجمام. واش المواطن يعني يفهم بان غادي يمشي لواحد البحر اللي هو ملك عمومي ويلقى راسو يعني مجبر انه يستغل ولا ضروري يستعمل واحد باراسول ويكري واحد باراسول، واش تبان لك مساله عاديه؟ انا مع الاخ، الاشراك دائما تيحيلنا للحلول، والحلول اللي كتكون في صالح الجميع. دابا حنا تنهضروا على الجامعات، دابا الجامعات كتحط لك دي بانو بان ما يمكنش تعدى الوقوف ديال السياره واحد 3 دراهم، ودارت اعلان ودارت حاجه اخرى، كتبقى بروباغندا سياسيه بهذا المعنى، لان ملي كيجي الانسان تيولي مجبر مع هاد الاعوان اللي ربما يكثرون هذاك الشارع العام ولا هذا، وتيقول لك لا 10 دراهم وتعطيك تيكي ما فيها حتى شي حاجه، ويقدر كاع يطبع لك في تيكي فيها 10 دراهم، وكتقول ليه لا الطابلو بحال داك اللي كيقول لك سير تقدم التلفازه، عقل شي كنا كنقولوا 2 دراهم في هذا. هذه من جهه، من جهه اخرى ان هذوك الشركات اللي كترص عليهم هذه العقود واش تيحترموا العقود اللي كتربطهم مع ذوك الاعوان، لان ملي كيوقع هذاك الاصطدام وهذاك الشنائن ما بين هذاك كيقدر يضر معك يقول لك هذا ماشي معانا كاع، اذا انت مع من كتعامل؟ واش مع بلطجيه؟ واش كتعامل مع شي حاجه؟ وتيبقى ذاك السوق كيفرض عليك حتى لا ما كريتيش من عنده نقولوا الباراسول ما كريتيش كتحطها فوطه ديالك كيقول لك خاصك تخلص عليها 4 دراهم. هنا دائما الاشراك، عمليه الاشراك وعمليه التتبع لكل مرحله تلقاو فيها دائما عيوب، ولكن ما تنفيقوش، دائما تبقاو نقولوا لا راه المجالس السابقه راه الاعراف، لان حنا يحكمنا الغالب من القوانين هو العرف. ما لو اننا كنطبقوا القوانين التطبيع مع بعض الحالات تماما التطبيع والعرف وهذا، وبعض المرات كيقول لك انا ما غنمشيش نجبد الصداع، انا باغي نمشي نتنفس شويه ونلعب وداك. وهذه هي النقطه، ما غاديش نمشي انا خارج واحد الاستجمام ما عنديش يعني الطاقه باش نتصادع مع ذاك العام ولا كذا، ولكن هذا الشيء واش يبرر ان يكون هذا بحال الممارسات هذه ويكون تطبيع بحال مع هذه الممارسات اللي هي ماشي والده اليوم، هي والده سنوات طويله. سيدي احمد احنا كنقلبوا على اصل المشكل شكون؟ لو في نظرك انت دابا الجامعات التربيه احترمت القانون واحترمت ارادات المواطنين وبقات على العهد الذي كانت عليه قبل الانتخابات هاد الناس السياسيين هادو وما تاخذوش هاد القرارات. البحر مثلا كنقول هو ليس بملك جماعي، كنهضر على الرمله، كيفاش يعقل لجماعات ترابيه كتاخذ هادشي كتقول لك بناء على قرار سيادي ديال المجلس وكتكري شي حاجه اللي ماشي ديالها اصلا؟ يعني انت بالنسبه لك بان القرار تاع القراء ماشي هو هذا؟ كنقول لك وكنقول لك الاصل القانوني الناس راه لاي عاقل راه كيكري شي حاجه وكيعطي شي حاجه اللي هي ديالو، انت ماشي ديالك وكتنوض تكريها، ومالغري هادشي ملي كتكريها ما كديرش التتبع والمراقبه والتوجيه ابري، وكتجيك شكايات من طرف المواطنين وكتكون عندك القوه القانونيه باش تفسخ العقد من جانب احادي وما كتفسخوش. علاش؟ لو كان بالنسبه لك واش هذا الشيء تاثر على السياحه الداخليه؟ يعني انا اثر علينا بزاف على المواطنين تيقول لك خلي نبقى في داري احسن لي انا. شوف اسي ندير بانيو في السطح ونتبرع. وهذاك ملي كيبرمج ملي كتبغي تبرمج غير خرجه داخليه في واحد المحيط ديال ما كانش حتى 2 كيلومتر كتولي كتفكر بانك راك ملزم انك تخلص واحد المونطون ديال الفلوس اللي ربما الا مشيتي شديتي اف اقامه وقسمتي على عدد الايام غتجيك مزيانه، اقامه محروسه وفيها لابيسين وفيها وليداتك. دابا ملي شوف ملي كنبغيو نطبقوا القانون ولكن ما كنقولوا العرب ملي كيبغيو ياكلوا شي ربيعه كيسميوها، احنا دابا ها هو كاين الزاميه ديال منع تواجد ديال هاد الناس اللي دايرين الباراسولات ولا دير هذا. دابا بدات القوات العموميه انها كتباشر هاد المهام ديال المنع ديالهم، ولكن ملي كنشوفوا هادوك الناس اللي تيخدم ربما 3 شهور وتيقلب على ديك الشركه اللي رصات عليه هذاك وتيخدم وعنده عاد 3 شهور لان بحكم السكنه ديالو هاد الناس اللي كيحضيو هاد الباراسولات راه هما اللي تيسكنوا في المحيط ديال هذا. اش وفرنا لهم حنا؟
كجامعه ترابيه ولا كمنتخبين الوسيله ديال انهم يكسبوا الرزق ديال اش وفرنا لهم تنحلوا مشكل بمشكل اخر. الله يرضي عليك. نعطيك مثال مثلا حتى في الحلقه كلها هذوك الشباب تما يخدموا نديروا لهم برامج في رباط. لسنا ضد احد وحنا مع التنميه اللي كتكلموا عليها وضد اي واحد كيدير الطمس وكيدير كيمارس الديكتاتوريه وكيمارس الاستئصال ديال شي حد اخر. كنقولوا مثلا دابا ناخذوا واحد ليكزومبل مثلا مثال عين دياب كونوا واضحين فين عندنا حنا المشكل هنا في كازا. عندنا متنفس الاستجمام واحد ديال الساكنه اللي على قد الحال اللي كيوصل ليها الطراموا ويجيبوا ليها الطوبيسات دابا اللي هي عين دياب. عين دياب كيبدا كما قلنا من مقهى النزهه الى حدود بوكولوكو مساحه محدوده سيدي عبد الرحمن. ملي كتلقى 80% من هاد الرقعه او هاد كتلقاها مستولين على اصحاب الباراسولات كتبقى 20% ديال الملايين ربما كنقول لك بعض الاحيان الا طليتي السبت والحد اش كان واقع تما ربما شي حواجه اللي تقشعر ولا الابدان تلوح البره ما طيحش. وكتلقى هاد الاصطدامات ان الباراسولات ديك المساحه اللي شادين ما خلاوش المواطنين المساكن العاديين فين يحطوا واحد الفيطه ولا هذا. اذا شكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هاد الضغط هذا وديال هاد سوء التدبير ديال هاد المرفق هذا؟ شكون اللي تيتحمل المسؤوليه؟ كتحملها جماعه الدار البيضاء. العام اللي فات ما داش في لابيل دوفر كي كانت الامور على احسن ما يرام. العام اللي قبل منه ما داش في لابيل دوفر كي كان على احسن ما يرام. هذا العام راه النتيجه قدامكم. ولكن بالنسبه لك سعيد مهتدي الا بغينا نخرجوا من هذا المازق هذا يعني وبغينا نسهلوا الماموريه تاع الاسر باش تدوز واحد العطله اللي هي في يعني واحد الايام اللي هي جميله اش هو المخرج؟ المخرج يا سيدي هو خصنا كل شيء يلتزم بصرامه القانون وباحترام القانون وبسمو الدستور. هاد المواطنين واش عندهم حق ولا ما عندهمش؟ عندهم حق في الكرامه اولا ثم لا في المواطنه الصالحه ياك. واش هاد الناس هادو اللي غادي نجي نمنعو انا من البحر وغادي نفرض عليه رسوم ونفرض عليه قرارات جبائيه سواء على والاشاره ماشي قضية تتعلق غير بالبحر ولا الباركينغ ايضا يعني بمجموعه المطاعم اللي تترفع واحد السومه ديال او الغلاء تاع الوجبات ديالها بواحد بشكل صاروخي. الا حنا مثلا حنا تنهضروا على الدار البيضاء ولكن كاين مثلا مدن الشمال اللي تترتفع فيهم المعيشه بواحد الطريقه اللي هي صاروخيه. شوف هذاك بناء على العرض والطلب هذا كيبقاو خواص ما عندناش حق كاع ندخلوا فيهم. لو كنت انا مثلا غادي نجيب اسيدي لي ساندويش من داري وهذا انا نكون في غنى على هاد الناس هادو. انا كنهضر لك دابا على الطبقات المسحوقه. ولكن ما تنشوفوش مثلا في دول اخرى ما تقول لي العرض والطلب في دول اخرى تلقى الاستقرار تاع التسميرات تبقى الامور لا يمكن ما كاينش شي مجال ديال المقاربه وديال المقارنه ما بيننا حنا كشعب مغربي عنده اعراف وعنده تقاليد موروثه لواحد الحقبه زمنيه طويله جدا غتقارنا مع ناس اصلا هما كيتغيروا يوما بعد يوم. لا يعقل لا يعقل. هاد الشواطئ الان مثلا ملي كتمشي بار اكزومبل كنتكلموا على القرار كما قال الاخ القرارات الجبائيه ديال تركين السيارات كتلقى مثلا جماعه دايره 3 ديال الدرهم وجماعه دايره 20 درهم قرار جبائي. المواطن كيمشي على عاد انا غادي نخلص 3 ديال الدرهم ولكن ملي كيجبد لي مثلا هذاك العون ديال هذيك الشركه اللي شاد هذاك لابيل دوفر كيجبد لي قرار جبائي في 20 درهم كيوقع اصطدام. هنا شكون المسؤول رقم واحد؟ ان الجماعه ما دارتش واحد الاعلانات تشويريه وحمله دعائيه اعلاميه سابقه لاولها كما قال سي عادل فاضل كاين اعلانات تشويريه ولكن ماشي احترام. كنرجعوا حنا ديما لعدم الالتزام بالقانون ان الدور كل الدور على الجماعات الترابيه وعلى المسؤولين وعلى المنتخبين. سي عادل بالنسبه لك انت القضيه اللي شرت الان بان يعني في بعض المدن تاع الشمال اللي توقع لهم واحد يعني واحد الزخم خلال هذه العطله الصيف كاين واحد ارتفاع الاسعار، واش بالنسبه لك الامور عاديه كما قلت لي واش انطلاقا من الطلب والعرض ولا خاص يكون واحد السعر اللي هو موحد على السعر؟ انا تنشوف الحق ديال المواطن انا الولوج لجميع الخدمات اللي كدير ليه الدوله واللي تخص الالزاميه ديالها انها توفرها قبلا. ماشي حتى كنوصلوا للمشكل عاد كنبداو نعالجوا فيكم. الشمال بحكم اننا كنا كنعرفوا بان هذيك الشواطئ تما نظيفه هذيك الحالات ديال لا سيركيلاسيون كلشي كيقول لك ناس زعما كتلقى راه حتى شويه النظام بطبيعه الحال تنتوافدوا عليها بواحد الشكل كبير. ربما تتنقص المواد الغذائيه تما ولا ما كاينش ذاك التوفير ديال المواد كتغلى. حنا كنعرفوا العرض والطلب هذه من جهه. حنا من جهه اخرى تنقولوا بحال دابا الدار البيضاء حنا الدار البيضاء ربما وصلنا دابا ل 12 مليون ملي كتلقى واحد الرقعه ديال البحر اللي راه كنزيد تنضيف حتى ديال عين السبع. عين السبع دابا ولاو مقاهي ما تنعرفوش طريقه القرار الجبائي ولا كيفاش يعني حصلوا على دوك الصفقات وكتلقى
يعني هذاك لاتيفيه ربما لا استخلصتها هذاك، غنمشيو حنا في شواطئ كبيره وديك المردوديه غتعود على الشواطئ وعلى حتى على المواطنين. كتلقى حتى كتاخذ كريب ب 60 درهم وانسان كيقلب على منفذ، لان راه عرفنا دابا الملك البحري كله تباع، اذا غتولي لا بغيتي تخرج للمنفذ ديال باش تشم شويه الهواء لحدا الجامع راه تا هو دابا ولاو حبسوه، باغي عاد تمشي تشوف حدا والو ممنوع، يعني كتقلب على شي منفذ باش تدخل. كتلقى راسك يا اما مع هذوك اللي صنع هذاك لي ريستورون ولا دوك لي كافي اللي تعطيو واحد الصومه غلائيه زعما غير منطقيه، ولا كتمشي كتصطدم مع هذوك الناس اللي كتقول ليه انا باغي نركن على السياره ديالي ولا كاع تجي تفطرام ولا شي حاجه، بغيت عين برك باراسون درك شويه عن انا وليداتي عايعوم حدايا. كتلقى راسك ملزم انك خاصك واحد 200 درهم وما تقدكش، واخا تجيب معاك كاع الماكله ديالك فهذيك الثقافه، غنجيب ماكلتي خصني فين ناكلها، خصني فين ندرك انا باراسون، غتلقى راسك 200 درهم ما تقدكش فين. اذا هنا كاين اكراهات اخرى وكاين ناس اللي ما تيفكروش في العطله، خصنا على الاستجمام مع العطله ديال هذاك وليداتنا كان عا اسبوع دوزو مزيان راه غادي يعود عليه هذاك الشيء نفسي وغادي يعود عليه. الى دابا كاين مسؤوليه على مجلس المنتخبه كما قلنا، كاين مسؤوليه على الحكومه، ولكن ما تشوفش نهضروا على الشق الاخر هو الاسره واش توجد العطله بشكل جيد. انا تنقول لك انا النسبه كاع اللي كتفكر ربما فهذا بحكم شكون هما اللي كانوا كيستعدوا للعطل، هذيك الطبقه الوسطى وجزء من ديك الطبقه الفقيره اللي ربما تمشي للبلاد العربيه ولا كتمشي لعند شي اهل ديالهم باش انهم يستافدوا تما من ديك العطله. اما الناس اللي كنعرفهم طبقات راه عندهم فيلات ديالهم، عندهم هذوك الطبقات المتوسطه، هذيك الطبقه الوسطى ما بقاتش لان الكاهل ديالها ترهق، كيفاش غادي يوفر العيد الكبير، كيفاش غيوفر العيد الصغير، كيفاش غيوفر رمضان، كيفاش الدخول المدرسي، يعني المعاناه. الا فكر كاع انه يخرج تيبقى ديك الميزانيه كيلعب بها وتعيا تعيا، ما غاديش يكون بداك الحب ديالو لانه كيفاش بغى يدوز هاد العطله. يعني تنتمناو خير دائما. سي سعيد بالنسبه لك انت هذه النقطه، واش كاين استعداد قبل العطل، ولكن كما قال الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه تتحتم على الاسره ان تاخذ قرار في اخر يعني لحظه؟ بالله عليك دابا امام هاد الاكراهات وهاد الارتفاع الصاروخي ديال الاسعار في ظل التبعات ديال الجائحه من بعد الجائحه من 2020 الى يومنا هذا، واش في نظرك انت بالك انت في المخيله ديالك بان الاسر كتدخر شي حاجه؟ احنا الان كنتكلموا على جوج طبقات كما قال الاخ، الطبقه الوسطى ما بقاتش، لم يوجد لها اي تصنيف حسب مقومات الهيكله ديال المجتمع المغربي، كاين الطبقه الراقيه جدا والثراء الفاحش والطبقه المسحوقه والمحجور عليهم. هذيك الطبقه هي اللي غادي كنقلبوا لك، كنهضروا دابا على عين الذئب وكنهضروا لها حنا على هذ البلايص اللي خصها تمشي لهم. الا مشيتي للطرامواي دابا اللي كيدوز على واحد 60 محطه كيجمع البوفريه ديال الدار البيضاء كيجيبهم من عين الذئب، ملي ذاك البوفري كيجي وكيبغي يحط غير الباراسون هو ووليداته، هو بغى ينعس على فوطه كتجي تقول له حيد الباراسون انت، يعني يلا الجامع عارك هذاك. يعني انت بالنسبه لك هذا التخطيط تاع العطله وهذا الشيء ما كاينش؟ ما تبقاش تخطط هذه الهضره هذه، لا محل لا من الاحرام ما تجبدهاش. شوف رانا حنا عارفين الناس عايشه الله العالم بهم حاليا. مو يوم عيش بنهارو مو يوم عيش بنهارو، كيف يعقل تقول لي غيداخر واحد 3000 4000 درهم من اجل العطله؟ كون عنده كون غادي يقصد مثلا الصويره ولا غادي يهود الاكادير. هذوك الناس ديال تطوان اللي كندوي عليهم كنعرفوا انه كاين تمايز طبقي، الناس اللي كتمشي تما راه كيبانوا لك غير لي بانيول تما، واش بالك كاين واحد كيدور تما موطوبيكا غادي يهز وليداته ولا لا؟ الناس تما بما فيها القرار الجبائي، الجماعه عارفه علاش دايره لي 10 درهم ديال تركين السيارات، وعارفه علاش مدوزه لا بيردوفور ديال الرمله بواحد الثمن خيالي، عارفين علاش؟ لان الناس اللي كيمشيو تما لوطر شوز على بقيه المغاربه، مع احترامي لهذ الفئه هذه. وقت الطبقه اللي تمشي للشمال يعني ماشي طبقه اللي غنيه كذا، الطبقه اللي شويه الا بغيتي تعرف الاغنيه كذا الادخار، لان ملي كتبدا تسمع كذا تقول دابا وصلت 400 درهم الكراء ديال الابارتومون تاع وليداتك صغيره، يعني عارفين تجمع كويزينتك وغتمشي طيب. حتى في شهر 7 باقي ما وصلناش شهر 8 باقي ما وصل، ولكن غير واحد العامين دابا وحنا كانت 200 درهم فهمتي، يعني ارتفاع دابا كلشي دابا ولا 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 موجه تاع الغلاء، ولات موجه الغلاء، اذا اوتوماتيكمون كتعرف راسك انت الا مشيت لشي حاجه غاتشريها بينيه لولدك، الا قالوا لك 5 دراهم ما تبقاش تحكر بغاها ولدك، خاص يعني كنقولوا شحال ممكن يلزمك ديال الفلوس باش تخرج عار خرجه. كما كان الاخ حنا ولينا مياومين
حتى في الجلسه ديالهم راه كتبرك في قهوه دابا تبرك في قهوه ما بقيتيش كتعرف شحال القهوه تبرك في هذه ب 8 دراهم اللي كانت معروف وحدا وفي نفس المقومات وفي نفس هذاك تيقول لك 11 درهم كي غتقول لا اذا خاص الاحترام ديال القرارات الجبائيه ولا القرارات الحكوميه ولا حتى هاد المساواه ما بين المواطنين في الولوج المنافع ديال المرافق العام ولا المنفذ ديال الاستجمام ديالهم ولا حتى الاخرين باش نخصموا هذيك كاين شي ناس يستغلوا هاد الهمزات اللي تنهضروا عليهم دابا العطله الصيفيه بالنسبه لي هو همزه كما قلتي مول بيني تا هو تزيد عليك مول هذيك الحلوه تا هو تزيد عليك كلشي تزيد عليك شوف التجار المآسي التجار المآسي كاينين في جميع راه حنا نهضروا مع سعيد نجون مرحبا حنا مع بعض سيدي احمد ما تكلمش على مول بيني ما تكلمش على البوفريا شي لك البنيه ديال الهدره معطيه 6 درهم تتكلم لي على الحيتان الضخمه التي تفترس ونقرت لحوم تنهش لحومنا ونقرت عظامنا تكلم لي على هاد الناس هادو على صحاب لي زابيل دوفر اللي كياخذوا هاد الشيء ضدا على اراده القانون هما اللي كيفرضوا علينا هاد الشيء تكلم لي على مول بيني طيرتي هي مسكين غيدي مع 70 درهم لوليداته نعطينا 6 درهم في هذيك لان النهار كل هو هزه وكيطلب العرق باش يجيبها ليا تكلمش على هاد الفئه هادي لا 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 تكلمش على الناس دابا حنا تا هو تيتعيش يعني تا هو تيستغل هاد الفرصه لا دابا تا هو اش قلتي مصطلح تيستغل الفرصه حنا علاش كنقلبوا تنقلبوا راه تنقولوا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم تنشوف انا نفسي انا الاول وهذاك اللي حدايا والاخر لا الا بدا معايا هذاك الانسان تيستغل في هذوك اللي في نفس الطبقه دي. اش خلى الاخر فهمتي وعلى الاقل الطبقه اللي هي ضعيفه تكون ضامنه بعضياتها علاش هضرت انا من داك دابا واحد هذا الحيتان الكبير ملي كيجي راه اول حاجه ملي كدير تعاقد مع الجماعه بانني غنكري واحد هذاك مده كذا 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 اش غنوفر لهاد الناس اللي غادي يجمعوا هاد الاتاوات راه كنسميهم اتاوات انا راه ماشي اجر ولا 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 نصيب مالي من هاد حنه خاصو يعطيك باراسور خاصو يعطيك ورقه ونعرفوا شحال من باراسور كذا في النهار وشحال من ماشي غنعطيو حنا البحر ونخليو ليه قال انا غتولي حجه ضده عرفتي الوقت يكون فيها قرار جبائي واش كنقول لا هو كيمارس البلطاجه ما يمكنش يعطيك ولكن بماذا يمارس البلطاجه يمارس باسم الشركه النائله للصفقه لا الشركه راه ما كنعرفوهاش اش كنشوفوا حنا كنشوفوا ناس بحالنا بحالهم تيقول لك لا والله بعدا راه فهمتي وكاين واحد كيتلقى كيقول لك اجي اجي جابرك هذوك ملي عرفتي اش كيديروا عرفتي كيساطحونا مع حنا بعضياتنا وهو يفترس كما يريد لا ملي غتجي عند مول الشركه اش غيقول لك لا سي ما غنشوفوش فينا لا واذا افترضنا جدلا اننا مثلا تم الادعان والانصات اليه وجنوا المواجهه وقعت المواجهه يقول لك اسيدي هذا السيد اللي خدمته غيمسح فيه يقول لك انا راه قلت لي طبق القرار الجبائي وراني كاري لي بالقد القد هو اللي مارس الصلاحيات خارج على القانون والصق عليه مسح فيه اذا اش غيقول لك هذا استغل هذاك المكان اللي عطيته انا راه صافي بخير احترم ولكن هذا لان انتم الفقراء انتم كتبغوا تاكلوا بعضياتكم هذا استغلك كما استغلك مول بيني كما مول داك لي جو لي جو لصق على ولدك ماشي كيقول دابا انا راه شي تيبقى يدور حداك تيبقى يدور حداك تيبقى يدور تيقول لك هذه ب 40 درهم وتيخليك تيقول لك لا صافي ما فهمتي كيحرجك قدام الابناء يعني العطله الصيفيه سي عادل العطله الصيفيه خاص كل شيء يشارك فيها باش تدوز واحد العطله الصيفيه حق 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 بالنسبه للاسره وخاص هذاك هذاك انا كنقول واحد المساله هذاك مول باراسول الا تشارقوا شي واحد يتفاهم قالوا لي انا ما عرفتش فين نوصل معاه اش غادي غادي يسلتو غيمشي في حالته وغتبان لي انت انت جيعان وولادك قدامه غادي يقول لك انت جبتي لنا على المشاكل وانت على بوحدك اللي كتفهم اذا التطبيع مع الحاله دائما اش كتعطينا كتعطينا مزيدا من الاستغلال ومزيدا من الافتراس ومزيدا من اننا كنبقاو عام عن عام وحنا نتمناو اننا التغيير وعمرنا ما يكون التغيير لما وقفنا حنا نتمناو تكون عطله سعيده لجميع المغاربه سي سعيد شكرا جزيلا على قبول الدعوه سي عادل شكرا جزيلا على قبول الدعوه انا مشكورين انكم كتطرحوا ملفات اللي تنبغيو ان هاد الميساجات يوصلوا للناس ويبركوا يقولوا فعلا راه كاين نقاش وبركة من الاحتقان 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 لان بعض المرات راه كتخرج الامور في غير شكرا سي عادل شكرا متتبعي قناه انفاس بريس على المتابعه والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي